آمين. قال في مسند احمد رحمه الله ويدعم عن مسند حسن علي رضي الله عنهما قال حدثنا ابو احمد قال هو الزبيري قال حدثنا علاء بن صالح قال حدثنا الزبيري بن مريم عن ابي الحوراء انه قال كنا عند حسن بن علي رضي الله عنهما قال كنا عند حسن بن علي فسئل ما عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت امشي معه فمر على جرير من تمر الصلاه أخذت تمرة فألقيتها في فيه فأخذها بلعبه فقال بعض القوم وما عليك لو تركتها قال صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة قال وعقلت منه الصلوات الخمس. نعم، هذا الإسناد صحيح ومر علينا، أخرج الطبراني من طريق أحمد الزبيري بهذا الإسناد، وأيضا الحديث مر علينا كثيرا وتقدم طويلا، وفيه أن الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه عقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت أمشي معه فمر على الجريم من تمر الصدقة، فأخذت تمرة فألقيتها بفيه، يعني خلاص ابتلعها، يعني هو انتهى وهو صغير، وهذه فيها دلالة على ما قلنا بأن المسؤول عن أفعال الصغير من؟ الوصي أو الولي الكبير. أنا غير مكلف، لكن الكبير عليه أن ينكر، لذلك قلنا الرجل الذي يلبس ابنه قميصا طويلا يعني فيه الإسبال قد يأثم بذلك. الرجل المرأة تلبس ولدها سلسلة من الذهب ولا من الفضة شبه بالنساء تأثم بذلك. فالولي مسؤول، ولذلك لو نجم مسؤول لما فعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن. أخذ التمر وضعها في فمه ويقول سحبها بلعابها، لعابه في التمر ما اكل، اخذها في الوقت اخذها فضرب على يدي وقال كخ 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 ان معاش انبياء، او قال ان اهل محمد لا 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 انظر الاخ الكريم في هذا الباب، قال فاخذت التمر فالقيتها فيها فاخذها بلعابي، حسن لو خدها باللعاب فاخذها بلعابي، فقال ما عليك لو تركتها، فشوف قال ان اهل محمد لا تحل لنا الصدقه، مع انه حسن يمشي غير مكلف، حسن غير مكلف ولا يحاسب على افعاله، قال ان ال محمد لا تحل لنا الصدقه، فهنا الوصي او الولي يحاسب على ذلك، لذلك قال اضربوهم عند سبع وعلموهم عند سبع واضربوهم عند 10. قال حدثنا عفان وقال حدثنا يزيد قال يعني ابن ابراهيم قال وهو التستري قال حدثنا محمد قال نبئت ان جنازه مرت على الحسن بن علي رضي الله عنهما ان جنازه مرت على الحسن بن علي وابن عباس رضي الله عنهم جميعا فقام الحسن وقعد ابن عباس وقال الحسن بن عباس رضي الله عنهم لم ترى الى النبي مرت به جنازه فقام صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس رضي الله عنهما بلى وقد جلس قال فلم ينكر الحسن ما قال ابن عباس رضي الله عنه وهذا حديث حسن غريب، اسناده ضعيف في جهات الراوي افهمه، وهو الحقيقه انه محمد بن سيرين، اذا كان حديث حسن اخرج الطبراني من طريق عزيز بن عمرو التستري، اخرج النسائي والطبري والطبراني من طرق عن ابن سيرين، اخرج النسائي والبيهقي من طريق ابي مجلس عن جنازه مرت بابن عباس والحسن. فانظر هنا قام الحسن وجلس ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. هذا يدلك على امرين، الامر الاول اختلاف الصحابه وارد ولا يؤخذ بقول احد على الاخر، ليس احد حج على الا ما كان من فاصل الخطاب، فاصل الخطاب فين؟ الدليل النص ان زعم شيء فردوه الى الرسول. الامر الثاني ان الحسن اقر ابن عباس على ما قال، دل ذلك على ان النبي جلس، الحسن نفسه قال ذلك، قال قام النبي لما مر به جنازه يهودي من ريحها من نتى ريحها. الحقيقه انه قيام النبي للجنازه كان له علل ثلاثة أظهرها حسن غيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جهاز يهودي فقال إن للموت لفزعا. لما قام الجهاز اليهودي قام لما؟ الفزع، إن للموت لفزعا. وقيل يعني قمت للملك. الملائكة هذه تحرس. قمت للملك. وقيل قام ثم ذلك نسخ الكلام إلى الفلوس. وهذا قال به كثير من الفقهاء بأن القيام للجنازة منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ، وهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي كان يقوم ثم جلس، فابن عباس لما قام الحسن قال أما رأيت أن الإنسان قام؟ قال قام ثم جلس، ابن عباس قال بذلك بين له ذلك، قال بلى وقد جلس.
فلم ينكر الحسن على ابن عباس، ويستفاد من ذلك انهما اقرا ما فعل. وما المعنى؟ ما المعنى؟ بس عشان نخلص الاذان هنا، لو كانت منسوخه لانكر ابن عباس، لو كان القيام منسوخا لقال له هذا منسوخ وانكر عليه، لكن لما اقره على ما قال علي بن ابي طالب انه يجوز القيام، يجوز الجلوس، والجلوس افضل لانه اخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح ان قبل الجنازه جاهز، لكنه في الاول، لان الرجل في اخر امره كان فضيش جلس، وهذا جمع بينهما. ولذلك الحسن ما انكر على ابن عباس اقره، وابن عباس ايضا ما انكر على حسن، ده الحسن هو اللي جاء ينكر على ابن عباس، قال اما علمت ان الرسول قام؟ قال نعم وجلس، فلم ينكر الحسن. وكان مع ابن عباس ذات علم في مساله انه جلس بعدما قام، فدل ذلك على انه يجوز القيام، يجوز القيام وهو خلاف الاولى، والاكمل ان يجلس. الفوائد المثبته: جواز الانكار مع وجود الدليل، هذه دلاله على ان الخلاف المعتبر فيه انكار هو الان ابن عباس، يمكن الحسن يقول ابن عباس، وابن عباس يرد على الحسن. اثبات النسخ: وجوب الانكار على الولي اذا وقع الصبي في المنكر، حرمه الصدقه لاهل البيت، جواز التحمل صغيرا ولا تقبل ولا الا كبيرا. من وين بقى هذه؟ يا استاذ يا منصوره، يا احشم منصوره ابن عباس، شارد شارد مش معانا، شارد. الحسن قال عقلت، كانه عنده سنوات خمس، عقلت من ان الانسان فعل كذا وكذا، ثم رواها كبيرا فاحتملوا الروايه. ها؟ يعني لا يقال بالنسخ. يا ابني انت عبيط. متى لا يقال بالنسخ في هذه المساله؟ يعني امتى هيقولوا بالنسخ؟ احمر وابيض، فاهم؟ حرام حلال. طيب وبعد كده قلت ايش؟ انت بقى يقال بالناس اهو. لمين؟ النسخ، النسخ العمل به اذا لم يعمل به الصحابه. ابن عباس كان يقول ياخذون بالمتاخر في المتاخر، لكن ابن عباس لم ينكر على الحسن قيامه، دل ذلك انه علم انه خلاف الاول وليس نسخ. فهمت حبيبي؟ يبقى الانكار هو الذي يبين ذلك، لما لم ينكر اظهر ذلك انه على خلاف الاول رضي الله عنك. المهم قول لي فهمت. اشوف بقى في شو الفرق، انت الان فهمت، لو مش فاهم عمال تقول الحمد لله الحمد لله. قل نعم، جزاك الله خير. في القيام، نعم، والجمهور على انه لا نفس، الجمهور على ان القيام جائز والجلوس افضل. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.